لمزيد من النقاش تنضم إلينا عبر سكايب من الرياض الدكتورة سلوى بن عبد الله فهد الهزاع، عضو مجلس الشورى السعودي سابقا والبروفيسور المحاضر في كلية الطب جامعة الفيصل، وعبر سكايب من القاهرة معنا الدكتور إسلام عنان، دكتور اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة في كلية الصيدلة جامعة المستقبل ومصر الدولية، ومعنا من الجزائر عبر سكايب الدكتور محمد بقات بركاني رئيس عمادة الأطباء وعضو لجنة متابعة فيروس كورونا. أرحب بضيوفي جميعا. أبدأ منك دكتورة سلوى، ما الأسس التي بنت عليها المملكة العربية السعودية قرارها ببعض التخفيف في إجراءاتها لمكافحة الفيروس، خاصة وأنها لا تزال أعلى الدول العربية من حيث معدلات الإصابة؟ أصبحنا خففنا الحظر لأنه تم التعرف على الفيروس بالتحديد بكل تفاصيله، حتى الجينوم الكامل تم التعرف عليه، فأصبحنا الآن لا نتعامل مع مرض مجهول بسبب كما كنا سابقا. وأيضا وجود الفحص المخبري كان ممتاز للكشف عن الفيروس خلال ساعات، ولذلك ممكن اكتشاف الحالات بدقة عالية وفي وقت قياسي، وهذا ما كان ممكنا عليه سابقا، حيث كنا ننتظر عدة أيام حتى نحصل على النتيجة. وأيضا لابد نحط في الحسبان أنه 80% من الإصابات أصبحت خفيفة ولا تستدعي الرعاية الطبية والدخول للمستشفى، وهذا تعلمنا عليه طبعا مع الوقت ومع كثرة الحالات. نعم، لكن دكتورة سلوى، رغم كل ما تقولينه حضرتك، كان يفترض أن ينعكس في انخفاض مثلا معدلات الإصابة وبالتالي تتشجع الدولة على تخفيف الإجراءات كما يحدث هنا في أوروبا أو في كثير من دول العالم. لا يتم تخفيف الإجراءات إلا إذا حدث انخفاض في وتيرة التفشي، فرغم ما تقولينه عدد الإصابات في تزايد ومع ذلك اتجاه للتخفيف. لأنه اكتشفنا أن معدلات المتعافين تفوق معدلات الوفاة ب 13 مرة، ما كنا نعلم ذلك سابقا. نعم. لكن الآن مع كثرة الإصابات، وأيضا اكتشفنا أن الإصابات في الأطفال محدودة وكذلك المضاعفات، فكل هذه الأسباب جعلتنا نرفع الحذر، وهذا كله تقارير من وزارة الصحة. وأيضا لابد أن نعلم أنه الحين العلم يواجه الفيروس بشراسة، فهناك أكثر من 800 ورقة علمية تم نشرها حتى الآن والمزيد في الطريق. طيب. وأيضا جهود جبارة على الدراسة والإجراءات اللازمة لاكتشاف اللقاح وإجازته. طيب دكتور إسلام، إذا كان عامل توافر الإمكانيات، توافر الفحوصات وإمكانية إجراء أعداد ضخمة من الفحوصات في دولة كالمملكة العربية السعودية جعلها تطمئن كما تقول الدكتورة سلوى وتخفف الإجراءات، لكن ماذا عن مصر؟ عدد الإصابات أيضا في تزايد، لكن وخاصة مع بداية شهر رمضان تم تخفيف الإجراءات رغم شكوى الحكومة المستمرة من الناس، من تعاطي الناس مع الأزمة ومن التزام الناس. نقطة كويسة جدا، وإحنا زي ما أستاذ محمد ذكرت في المقدمة، الناس أم الاقتصاد؟ احنا مش مختلفين على ان احنا محتاجين نقلل الاجراءات الاحترازيه عشان الاقتصاد برضو بيعني الناس. الازمات الاقتصاديه ممكن تعني فقر مدقع وموت ووفيات بعض الناس من الفقر، خصوصا في بلاد فيها عدد كبير من السكان تحت خط الفقر زي مصر، لكن احنا مختلفين في الكيفيه. يعني احنا عشان نعرف نقلل الاجراءات الاحترازيه محتاجين حذر شديد في هذه الاجراءات. بعض البلاد العربية يعني حطت خطة واضحة الملامح، بعض البلاد الأخرى لا للأسف. فإحنا قررنا نفتح الاقتصاد لكن الخطة غير واضحة الملامح. يعني أنا في رأيي إن كان لازم يبقى في خطة مرحلية، مراحل بسيطة جدا في الفتح الاقتصاد، وكل مرحلة الإجراءات الاحترازية تقل بصورة قليلة للغاية، لكن فتحها مرة واحدة هو اللي هنلاقي فيه قصاده إصابات ممكن تبقى أعلى من الاستيعاب بتاع المستشفيات. إحنا الأعداد الكبيرة اللي إحنا شايفينها في مصر دي مش بسبب الإجراءات اللي إحنا لسه واخدينها في أول رمضان، دي بسبب أسبوعين قبل رمضان لما ابتدت الناس تزهق والناس ابتدت تنزل أكتر للشغل. نعم. وابتدى يبقى فيه تعود على الإصابات. اللي إحنا شفناه في رمضان حاليا إن الناس تاني رجعت تزهق أكتر، الناس ابتدى يبقى فيه تكدس أكتر، ده هيبان كمان أسبوعين. فاللي إحنا خايفين منه هو الفوركاست أو التنبؤ بتاع شهر
مايو، لان الاعداد لو استمرت كده، خصوصا ان احنا الاعداد ابتدى ان متوسط الوفيات في اليوم بعد ما كان 10 وفيات فقط في اليوم، حاليا اصبحنا داخلين في 15 16 لو قسنا المتوسط في اسبوع. لو قسنا على امبارح او اول امبارح احنا بقى المتوسط في اليوم 20 حاله يوميا. فللاسف يعني احنا محتاجين نرجع تاني لفكره التوعيه، وفكره ان الناس محتاجه تفهم ان احنا لو بنقلل الاجراءات الاحترازيه دي المفروض تبقى على مراحل وصناعات معينه وناس معينه، مش معناها ان خلاص احنا انتصرنا على الفيروس وخلاص ما بقاش عندنا مشاكل والناس تبتدي تنزل براحتها. اتمنى ان شاء الله ان ينظر تاني في فكره الاجراءات الاحترازيه من حيث التوعيه، اهم حاجه ان الناس تبقى فاهمه الهدف منها. طيب دكتور محمد بركاني، هل يعني معرفة العالم بالفيروس بشكل أكبر، اكتشاف أبعاده بشكل أكبر من جانب، ومن جانب آخر ضغوط الاقتصاد تسمح بإعادة دول عربية يعني فتح أبوابها وتخفيف الحظر، ومنها الجزائر التي خففت أيضا من الإجراءات رغم أنها أعلى معدلات وفيات في العالم العربي حتى الآن؟ هي في الواقع أولوية هذا الوباء من طرف الحكومات والنظم حتى هو الإنسان، صحة الإنسان. هذا الفرض الاقتصادي هو ثانوي، ولكن الدول العربية أصبحت في مشكل بالنسبة لحلول شهر رمضان، اللي هو لازم له يعني إجراءات اقتصادية واجتماعية خاصة، وبالتالي لازم نوعا ما الحجر الصحي. نحن في الجزائر مثلا اليوم عرفنا ب 199 حالة جديدة، تفاجأنا صراحة بأنه كان ارتفاع نسبي للحالات، لأن كان يتمركز ما بين 130 و 120 حالة. ولكن أهم بالنسبة لنا في الجزائر احنا عدد الوفيات، يعني الوفيات هي اليوم مثلا 7 وفيات، وهذه الوفيات هذه ما هيش كبيرة جدا، وبالتالي الحالات الخطيرة حتى الحالات اللي هي تحت العناية الطبية اليوم هي 17 حالة. طيب لكن المنحنى يا دكتور بركاني بشكل عام، المنحنى لا زال في اتجاه الارتفاع، يعني لم يحدث انخفاض مثلا ملحوظ يشجعكم على القرار، فعلى أي أساس بنيتم القرار؟ وكيف تضمنون أن القرار لن يساهم في زيادة معدلات الإصابات وبالتالي معدلات الوفيات؟ هي في الواقع القرار يساهم في رجوع إلى حركة، يعني هو قرار سياسي بالضبط للحركة يعني الاجتماعية والاقتصادية. طبعا ما ننجمش نشد في حجر صحي يعني جميع الوطن في هذه الحالة، ولكن حبيت نقول بأن مثلا في الجزائر نحن نعطي الأدوية، وبالتالي مهما تكون الحالات متعددة، يعني حالة الناس اللي توفوا بالشفاء يعني بالشفاء هو مرتفع، لأن الدواء تاع الهيدروكسيكلوروكين هذا أصبح دواء يعطى في الجزائر وفي جميع الدول، يعني يعطى بكلنا بنجاح، وبالتالي ارتفاع الحالات ما بين 100 او 200 عندما يكون يعني استقرار تاع الحالات، نرى شيئا فشيئا. المهم هي الحالات الخطيره اللي ترجع الى الانعاش والى موت الانسان. طيب دكتور اسلام عنان، يعني للمقارنه او للمفاضله بين الاقتصاد والتاثيرات طبعا المدمره، وبالتاكيد على اقتصاد دولة تحاول أن يعني تستقر اقتصاديا كمصر، وبين الناس، أليس في قرارات تخفيف الحظر مخاطرة كبيرة، خاصة إذا كنا نشكو من مشكلة أساسية لن يصلح معها حتى أي إجراءات، هي مشكلة الوعي؟ ده صحيح، في خطورة كبرى من فتح الاقتصاد بعدم وجود يعني توعية ووعي عند الناس، أو عدم وجود يعني إجراءات تحد من الازدحام. اللي احنا شايفينه حاليا إن الزهق والتعود من الناس خلاهم إلى حد ما يفقدوا الحذر اللي كان موجود في أول بداية الأزمة. اللي احنا خايفين منه هو طبعا إن لو قفلنا تماما ابتدى يبقى فيه تضرر للاقتصاد، لو قفلنا أكتر من كده ممكن التضرر ده يقعد معانا سنين، خصوصا لأن كانت 2020 بالنسبة لمصر كانت سنة واعدة في الاقتصاد، فبالتالي
احنا مش عايزين نخسر كل الانجازات اللي حصلت في الاقتصاد. ده المشكله الحاليه اللي موجوده عند معظم الانظم مش بس مصر، هي فكره عدم الخساره للاقتصاد بالكل. لكن هرجع تاني لنقطه ان التوعيه ما هياش برضو فقط عند الشعب. احنا محتاجين حاجتين، محتاجين برنامج قوي يضم لي الشعب ككل من فكره ومن فيجن وميشن عند الشعب كله، ان احنا محتاجين نخلص الشهرين دول على خير، لان احنا لو كملنا بنفس الوتيره دي هنقفل الاسبوع اللي جاي ب 500 وفاه تقريبا ككل كليا. فمتهيألي الناس لما هتبتدي تزيد، انا مش عايز كنا نوصل لكده، بس الناس لما هتلاقي ان الوفيات زادت هيرجعوا تاني للوعي وهيبتدي تاني الحكومه تزود الاجراءات. الاحسن ان احنا بدل ما نوصل للمستوى ده ان احنا من دلوقتي نبتدي نحذر الناس ان احنا نكمل في الشغل من البيت، الناس تقدر تشتغل من البيت، الناس اللي بتبتدي تنزل المصانع والشوارع يبتدوا ينزلوا بتحذيرات معينه، الحجر الصحي يكمل زي ما هو وهو عامل شغل كويس جدا، الفتره بتاعه حظر التجول احنا مش عايزينها ترجع تاني تبقى من الساعه 6 او 7، عايزينها تكمل زي ما هي. دي هتكمل في بطريقه واحده بس، هو ان عدد الاصابات والوفيات ما يزيدش. وطبعا حاجه اخيره هي تزويد عدد المسحات عشان نبقى مطمنين ان العدد المشخص اللي موجود في التقارير الى حد ما مغطي جميع الاصابات الموجوده في البلد. نعم دكتورة سلوى، يعني بالتأكيد العالم بات يعلم عن الفيروس أكثر مما كان الوضع قبل شهر أو شهرين، لكن يعني العالم لازال قلقا والدول حذرة للغاية في إجراءات فتحها. دول تملك إمكانات طبية وأيضا إمكانات مادية ضخمة لكنها غاية في الحظر، فما الذي يجعلكم تطمئنون إلى هذا الحد أنه يمكن الآن تخفيف الإجراءات حتى لو كان الأمر تدريجي؟ أنا بس تعقيبا على زميلنا في الجزائر، ترى يوجد في الوقت الحالي أكثر يعني من 80 دراسة سريرية قائمة لدراسة أدوية متنوعة للعلاج الفيروس، والنتائج الأولوية متوقع يعني نستخرجها خلال الفترة القصيرة القادمة. وجود هذه الأدوية حتساعدنا كثير في العلاج، وكما ذكرت أنه عدد المتعافين أكثر من عدد المتوفين. وأيضا تعقيبا على زميلنا في مصر، وسائل الوقاية ترى متوفرة ويمكن للجميع ممارستها ولا تحتاج طيب إلى تغطية. لكن ما يعني برضو دكتورة معلش أنا عايز أركز مع حضرتك على سبب سبب الاطمئنان. ما كل ما تقولينه جميل وصحيح، لكن إن لم ينعكس في انحسار للمعدلات التفشي فنحن لا نفعل شيء. يعني لو أنا في بلد لدي كل الإمكانات وكل وسائل الحماية وكل شيء وأعلم عن الفيروس كل شيء، ولكن معدلات وفيات مرتفعة لازالت، معدلات تفشي لازالت في منحنى الارتفاع، يعني لم تنخفض مثلا عن مثيلتها أمس أو الأسبوع الماضي أو الشهر الماضي، كيف أطمئن؟ أنا ما أعتقد أنه الأرقام ترتفع، أعتقد أنه صار المسح الشامل أكثر، فكلما ما نعمل المسح الشامل حتوجد حالات أكثر، صح ولا لا؟ سابقا لم نعلم ما هي الأحياء اللي فيها الأشخاص اللي مصابين، أصبحنا الآن بعد تجربة طويلة أصبحنا نعرف ما هي الأحياء، فأصبح المسح أكثر شمولية، وأنا لا أعتقد أن الأرقام تزيد. وكما ذكرت أصبح لنا علم أكثر الآن عن الفيروس، سابقا كنا متخوفين، في الوقت الحالي بعد اكتشافها بعد معرفة سلسلتها الجينية بعد معرفة أن المتعافين أكثر من المتوفين، بعد معرفة أن الأطفال لن يعني لا يؤثر عليهم، هذا طرح لنا اطمئنان أكثر أنه الآن لا نواجه ذلك. طيب الفيروس المجهول. هل لي أن أسأل حضرتك، طيب لماذا تطمئنون أنتم والغرب لا زال لم يصل لهذه المرحلة من الاطمئنان؟ ما المختلف؟ أعتقد أنه الغرب أيضا وصل لهذه الاطمئنان، لأنه الغرب فتح. لا إحنا في الغرب والله دكتورة سلوى ما فيش أي نوع من الاطمئنان، يعني حتى في ألمانيا في اللي هي الدولة الأنجح تجربة أو أحد أنجح التجارب في العالم أجمع في مواجهة الفيروس، يعني قالت السيدة ميركل نحن نسير على زجاج هش، يعني لا نضمن شيء. هو صحيح نحن نسير على زجاج الهش، لكن لابد أيضا نوازن صحة الإنسان بالاقتصاد. نعم. وأنا أعتقد أنه نحن الآن في هذه المرحلة
في المملكة العربية السعودية نوعا ما علمنا كثير عن الفيروس، ليس كما بدأنا سابقا. والدراسات اللي نقوم فيها وأيضا يقوم فيها العالم أصبحت تبين لنا أكثر ما هو هذا الفيروس من الناحية الجينية، من ناحية الوفيات، من ناحية المتعافين. تمام. طيب دكتور بركاني، رغم ايضا ما تقوله الدكتوره وما ذكرته حضرتك عن علاج الهيدروكلوكسين، لا زال الامر او لا زال لا يوجد علاج شافي ويعني نهائي لهذا المرض، لا زال لا يوجد مصل، فكيف تطمئن دوله كالجزائر مثلا الى ان اجراءات التخفيف لن تساهم في ازدياد الاوضاع سوءا؟ هل اتخذتم اجراءات خاصه مثلا؟ كما ذكرت انا هناك دول نجحت اصلا في الوصول لانحسار موجه التفشي لكنها تخشى وتتحرك بحذر شديد، والمانيا مثال، وكافه الدول الاوروبيه لازالت في حاله حذر شديد. والله جميع الدول عندما تفاجانا من هذا المرض يعني كوفيد 19 بان اخذت اجراءات نتاع الحجر الصحي هذا الكامل ولا الجزئي، سواء في النهار ولا الجزئي على حسب المناطق. نحن في الجزائر كما جميع الدول العربية يعني تصرفنا على حسب الحالات يعني المؤكدة، ولكن حتى دولة ما عندها كما نقولوا حنايا كيفية الاستعمال ورد الفعل بالنسبة لهذا المرض. حنا نرى باللي العلاجات على حسب البروتوكولات الماشية يعني في جميع الدول، ربما يكون علاج يعني متخصص بالنسبة لزونتي ريتروفيرو من على ربما عدة أسبوع، ولكن حتى بعض المختصين في الفيرولوجيا يقولون باللي هذا الوباء ربما يكون موسمي، في آخر شهر مايو ينزل يعني كما هو الشأن في السنوات الماضية. إذا نرى باللي على حسب الحالة هذا الوباء هذا اللي ما نعرفش منه كثير ما ننجمش نتصرف به، يعني حتى الدول اللي راهي مضروره، الدول الغربيه اللي عندها نظام صحي متين مضروره، راهي في حاله بان ترفع الحجر الصحي لاغراض اقتصاديه كما قلتم ولاغراض، لكن في حذر اكبر وفي بحذر يبدو اكبر من دول عربيه كثيره دكتور بركاني. لكن ساسال الدكتور اسلام، خلينا نتحدث مباشره، هل يعني احد اسباب اطمئنان بعض الدول العربيه وان يعني قلبها اصبح جامد زي ما نقول في مصر في مساله تخفيف الاجراءات، هل يعود الى الفارق الكبير بين عدد الإصابات والضحايا في الدول الغربية في أوروبا في الولايات المتحدة وبين الدول العربية لسبب ما حتى الآن معدلات وفيات وإصابات منخفضة مقارنة بدول الغرب؟ هل هذا هو السر يعني اللي جعل بعض الدول العربية تطمئن في رأيك؟ نقطة جيدة جدا، ده عامل مهم جدا من العوامل اللي مخلية البلاد العربية مطمئنة، وحتى فكره ان في عندنا في البلاد العربيه سترين او نوع معين من فيروس كورونا هو اخف من اللي موجود في اوروبا وامريكا منتشره جدا في معظم البلاد بنفس هذا الخلفيه ونفس السبب. بس احنا يعني خلينا نشير لنقطه، وزي ما الدكتوره من المملكه العربيه السعوديه اشارت بالظبط، احنا عدد الاصابات ما هواش العامل المهم نعرف نبني عليه، لان هو مرتبط ب عدد المساحات في كل بلد. كل ما هنزود المساحات كل ما هتزيد الاصابات التشخيصيه مش الاصابات الحقيقيه في كل بلد. لذلك احنا محتاجين نبص مثلا على الوفيات. الوفيات في معظم البلاد العربيه صحيح ما فيش تصاعد راسي او اسي، لكن لسه في ازدياد في كل بلادنا العربيه الا قليلا منها، يعني الكيرف لسه بيعلى ما وصلش للبلاتو والانحسار في الوفيات. لذلك انا مش عايز نعتمد على ان احنا الاصابات قليله فهتبتدي الارقام تقل، وفي نفس الوقت فكره ان هو كده كده هيروح لوحده في فتره قليله او في خلال شهر زي ما كان رسالات او زي ما في دراسات كتير بتقوله ملهاش اثبات علمي، لان حتى امبارح دكتور فاوتشي في التقرير اللي اعلن في الولايات المتحده الامريكيه اعلن ان غالبا امريكا مش هتعرف تعدي من الصيف بانحصار الموجه، والموجه الثانيه ممكن تكون في بدايه الخريف او الشتاء، واحتمال الموجه الاولى تتصل بالموجه الثانيه. فبالتالي لو قسنا على ذلك لان هو نفس الفيروس ممكن يحصل في بلادنا الشرق الاوسط،
احنا مش عايزين نوصل للسيناريو، احنا مش عايزين نخوف الناس، بس مش عايزين نوصل للسيناريو ان يبتدي بلاد العربيه هي البؤره القادمه في ازدياد الفيروس، بسبب ان احنا كان عندنا فرصه ذهبيه بعدد اصابات قليل وعدد وفيات قليله وسبناها بسبب ان احنا عايزين نرجع نفتح الاقتصاد مره واحده. خلينا نفتح الاقتصاد، انا مش معترض، بس نفتحه على مراحل وضعيفه جدا مش مراحل شديده. نعم. طيب دكتورة سلوى، ما رأيك فيما يطرحه الدكتور إسلام، وقد أشارت إليه أيضا حتى منظمات دولية، منظمة الصحة العالمية حذرت أن مناطق أخرى في العالم قد تكون أفريقيا، قد تكون المنطقة العربية البؤرة القادمة لانتشار المرض، وما قد يراه البعض أنها أرقام قليلة أو زي ما حضرتك تقولين معدلات شفاء مرتفعة، قد تكون تمهيد أو يعقبها تحول المنطقة العربية لبؤرة تفشي المرض. ما رأيك في هذا الطرح وهو يبدو واقعيا على الأقل مسار الأحداث في العالم؟ أنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية متعودة على الأمراض الوبائية أو المتفشية. لا ننسى، نحن في المملكة العربية السعودية نستقدم في وقت العمرة وفي وقت الحج جاليات كثيرة، وما يعني ونأخذ كل الاحترازات. ولا ننسى أيضا في وقت سارس كانت في المملكة العربية السعودية وأخذنا احترازاتنا. فكون طيب. أنه جت كوفيد 19 لا أعتقد أنه هذا شيء جديد على المملكة العربية السعودية. أنا أحسدك والله يا دكتورة على هذا الاطمئنان، يعني حين ترون أن هناك مليون إصابة في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تطورا وأقوى دولة في العالم، لا يقلقكم هذا بالمرة؟ وهل تقارن مساحة الولايات المتحدة الأمريكية في مساحة المملكة العربية السعودية؟ نحن نعاد فرضا ولاية تكساس، صح ولا لا؟ فلا تستطيع أن تأخذ رقم بدون ما تأخذ عدد طبعا الناس. المملكة العربية السعودية نحن عددنا بالثلاثين طيب. مليون، بينما في الولايات المتحدة الأمريكية عددهم تفوق ال 300 مليون. فصعب انك تقارن المملكة العربية السعودية وهي في الولاية وحدها كهيوستن. صحيح، لكن بالارقام يا دكتورة، بالارقام 50 ولاية. نعم صحيح، 51 ولاية. لكن خليني بس يعني اوضح ليكي بس ان بالارقام المنحنى لا زال مرتفعا ولا زال في اتجاه الارتفاع، ما فيش لم يصل لمستوى التصحيح او مستوى الانخفاض، يعني حتى بعلم الارقام هذا خطير. لكن خليني يعني حتى لا ندور في نفس النقطه، والاطمئنان شيء جميل برضو طالما انتم واثقون، لكن هل قد يقود هذا الاطمئنان لديكم الى ان يعني يعتقد الناس في العالم الاسلامي ان موسم الحج القادم قد يتم وقد يجري إذا كانت الأمور بهذا الاطمئنان في رأيك؟ والله هذه الفيروس اللي تحدده وليس أنا. لا أستطيع أن أتكلم عن الحج في الوقت الحالي. كل ما أستطيع أقوله أن المملكة العربية السعودية يعني بدت احترازاتها حتى قبل أن تسجل أول حالة، فكون أن بدأنا مبكرا ترى هذا ساعد كثيرا. والحالات حتزيد، ليس تزيد لأنه الحالات تزيد، لأنه المسح الشامل حيزيد، وخاصة الآن نحن مقبلين على فتح أكثر من 6 مختبرات في المملكة العربية السعودية، مما يعطينا سعة أكثر للمسح الشامل. طيب. وبالعكس نحن نريد نعرف من هو المتأثر حتى ناخذ احترازنا أكثر وأكثر. تمام، شكرا لك الدكتورة سلوى بن عبد الله فهد الهزاع، عضو مجلس الشورى السعودية السابقة والبروفيسور المحاضر في كلية الطب جامعة الفيصل. أشكر كذلك الدكتور إسلام عنان، دكتور اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة في كلية الصيدلة جامعة المستقبل ومصر الدولية. كما أشكر من الجزائر عبر سكايب دكتور محمد بقاد بركاني، رئيس عمادة الأطباء وعضو لجنة متابعة فيروس كورونا.